شلونكم اخي؟ الله يحييك يا اهلا. سؤالك اخوي. اتصل الشيخ، اني جاي عمره الى بيت الله زين، فصار عندي فد امر، الله ابتلاني بمرض بانه اني اوصل قبل ما اوصل لبيت الله الحرام، واني محرم من اشوف يعني يصير يا اما عندي هبوط بالسكر يا اما يصير عندي فد امر عظيم، يعني بحيث اوقع وياخذني ابني يرجعني الى الفندق، فما اقدر لا امشي لا اتحرك. هسه انا قاعد بالفندق، هل انا مطرود من رحمه الله؟ لا لا يا اخي الكريم، ان شاء الله انك مقبول، لا تيأس من روح الله، حتى لو صابك سكر او انخفض ستبرأ باذن الله. اطلب من ابنك ان يشتري لك عربه، وتجد عربات وفرتها الدوله عزها الله لامثال حالك. لا تستطيع، لا يدخلن عليك الشيطان فيملي عليك ما ليس فيك. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وانت مؤمن مسلم موحد، لن يحجبك الله برحمته عن بيته. ستستطيع يا اخي، اعزم فقط، لا تقبل وساوس الشيطان ولا نزغاته. قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. ردد هذه الايه وقل: ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. واطلب من ابنك حتى لو قلت له ارجعني ان لا يرجعك، يثبت هو إلى أن تدخل المسجد الحرام. سينتهي كل شيء، سترى الكعبة وستطوف وستسعى بإذن الله، وستقصر أو تحلق ويتم الله عليك العمرة.